السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي المهندس علاء الدين الإردواز الفدي للتكييف. من النقاط الجوهرية بشكل كبير جدا للمحافظة على المواسير النحاسية من الكسر. لو نلاحظ هنا طبعا مواسير صرف التكييف اتعملت داخل الجدار ونزلت على صرف التكييف، ولكن النقطة الجوهرية اللي حبيت انوه عليها هنا ركبنا كوع 90 بدون غيرة مع وصلة ماسورة 50 سنتي طبعا عن طريق السباك. انا دايما بقول مقولة، اعتبرني يا فندم انا الاستشاري على السباك والكهربائي فيما يخص التكييف. جينا هنا وجهنا السباك اللي عمل صرف التكييف بضرورة عمل كوع 90 بدون غيرة مع وصلة ماسورة 50 سنتي، ربطنا ماسورة صرف التكييف مع ماسورة النحاس، او ربطنا ماسورة النحاس مع ماسورة صرف التكييف، كده انا حافظت على ماسورة النحاس من الكسر. لانه خلينا نتفق فيما بعد بيجي مرحلة اللياسة، مرحلة الجبس، مرحلة الدهان، لو ماسورة النحاس مش مربوطة بعزم زي ما احنا شايفين كده مع ماسورة صرف التكييف، ممكن يحركها اي عمالة فيما بعد، او مقاولي الجبسن بورد، مقاول اللياسة، مقاول الدهان، فتؤدي الى كسرها. وده كان حل جوهري بشكل كبير جدا للمحافظة على المواسير النحاسية من الكسر، وفيما بعد يتم تركيب المكيف بكل سهولة. طبعا نقطة الكهرباء موجودة، نقطة الصرف موجودة، نقطة النحاس موجودة، وبالتالي يتم تركيب المكيف على اعلى مستوى طبعا مع عمل الاردواز الفدي الانسيابية الخاصة بالمواسير النحاسية للمحافظة على سريان الفريوم بشكل جيد جدا. وفي النهاية بنقول هدفنا التميز ومحور اهتمامنا رضا عملائنا. مع الاردواز الفدي هتلبس فرو الدب القطبي.